يقول: ما حكم عمل السواق في دار الكفر مع العلم أنه قد يوصل الكافر المتبرج في وقت النهار وهي تجلس في خلف سيارات لا بيمين السائق أو شمالي ولا يتكلم ما عند التوصيل إلا للحاجة؟ أولا، العمل في ديار الكفر لا يجوز إلا إذا كان الإنسان مضطرا وكان يستطيع إقامة شعائر الإسلام الظاهرة من إقامة صلاة الجمعة والجماعة. أما إذا كان لا يستطيع إقامة صلاة الجمعة والجماعة فليس له أن يعيش في بلاد الكفار، والله لأن تأكل الخضروات المقطوعة من الأرض، الحشيش النابت في الأرض في بلاد المسلمين وأنت تسمع الأذان خير لك من أن تعيش سيدا وملكا في بلاد الكفار وأنت لا تسمع الأذان ولا تستطيع أن تعرف شعائر الإسلام وربما لا تستطيع أن تحضر كثيرا من الجماعات خوفا أو بعدا فضلا عن الجمع والأعياد. لكن إذا كان الإنسان مضطر وكان يستطيع أن يقيم شعائر الإسلام فلا بأس من عمل سواق، ولكن بشرط أن لا يكون هناك خلوة مع النساء.